يعلمك البشير. فيما يسوع يتكلم بهذا، رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. أما يسوع فقال: بل الطوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. وفيما كان الجموع محتشدين، بدأ يسوع يقول: إن هذا الجيل جيل شرير، إنه يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية يونان. فكما كان يونان آية لأهل نينوى، كذلك سيكون ابن الإنسان لهذا الجيل. ملكة الجنوب ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وها هنا أعظم من سليمان. رجال نينوى سيقومون في الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بإنذار يونان، وها هنا أعظم من يونان. حقا والأمان لجميعكم. أحبائي، بعيدكم بعيد الحبادنس اليوم، وبحب شارككم لبعض الدقائق بفكرتين انطلاقا من العيد وانطلاقا من النص. أول فكرة، بعتبر شخصيا هذا العيد هو عيد النعمة، نعمة المعطاة بفيض. وشيء مهم كتير حنشوفه، أنه كلنا سوا معنيين بهذا العيد. نعمة القادرة على كل شيء، المهم أن يقول الإنسان نعم. مشان هيك مثل بيقول القديس أغسطينوس: دعوة لنا لإفراغ ذواتنا لحتى ننتلي من الرب. يعني لما أنا بلش فرغ، بقتنع إنه داخلي مكركب، داخلي في عجقة كتير. وبرأيي لما الإنسان ببلش يقتنع إنه مكركب جوا، بيقدر يوعى يوم بعد يوم لهيدي النعمة. مشان هيك اليوم نشوف بهالعيد إنه الشخص اللي بيتحرر بيصير عنده الاستعداد والطواعية. منشوف مسيرة مريم مع يسوع هالاستعداد والطواعية بشكل مش معقول. ليه؟ لأنه الإنسان تحرر، ما بقى عنده إلا الأساس والأهم. مشان هيك بيصير ما بيعود يحط شروط لالتزامه. زي كده العيد بقول: أنا ما خصني هيدي مريم، شو بدي وصلني لمريم؟ هلأ بنشوف بعد شوي مربول السؤال برسالته إلى أهل أفسوس. منشوف بعيد حبادنس اليوم متطلع بمريم يلي عندها هذه الطواعية، لأنها متحررة، متحررة من كل شيء بيمنع إنه الواحد يروح صوب الشخص يلي إجا صوبه. مشان هيك منلاحظ إذا منرجع لإنجيل البشارة، منلاحظ إنه الملك قال له: يا ممتلئة نعمة، قبل ما يقول شو ناطر منا الله، وقبل ما إنه يسمع عم تقول له: ها أنا ذا أمة الرب. شيء مهم كتير، وفهمته الكنيسة مع الوقت، قال لي: يا ممتلئة نعمة، قبل ما يقول أنه رح تحمل أنت يسوع. معناته أنه يسأل الله يسبقنا بحياتنا. مش هيك مربولوس بيرجع بيقوله رائع جدا، بيقول: اختارنا في المسيح قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين. شيء رائع جدا، بلا عيب في المحبة. عم ندرك شو يعني هيدا لقلنا؟ يعني نحن كأنه معنيين مباشرة بهيدا اللي عم بيصير اليوم، مش إنه شخص بعيد كتير ونحن عم نجاهد ونقول شو بدي وصلني لقلها. لذلك بعتبر اليوم إنه مريم ما رفضت تعطي علامات الحب لله. ونحن اليوم بهالعيد منقول له: بدي عبر
بعلامات حب، وكل إنسان بحسب سرعته. ما مطلوب منا نحن كلنا نمشي بنفس الطريقة، مطلوب منا نحن إنه وين وصلت عبر وقول علامات حبي، مش دلي مكركب بحالي لأنه أنا خاطي أنا بسوى إلى آخره، بجلد بحالي بالوقت يلي هو سبقني قبل أن أقول له نعم. مشان هيك بغض النظر عن الرسالة المعطاة لإلنا، يسوع اختارنا لزويتنا. وديش مهم بحياتنا اليومية لما الأشخاص منشوف إنه بيجوا صوبنا قبل ما يقولولنا إنه عندي شيء بدي أطلب منك، بتلاحظوا اليوم أقولك ليش جاي لعندي اليوم؟ صار له زمان ده، بعد نص ثانية بيقول له فيك تعمل لي شغلة؟ حياتنا نحن صرنا هيك مبرومين بحياتنا، إنه ما منروح إلا لأنه عنا شيء نطلبه. هون يسوع عم بيقول لي أنا سبقتك، نحن محمولين مسبوقين. قبل ما يقول لي شو رسالتك، مشان هيك لما دعا التلاميذ دعيهم قال لهم كونوا معي، بعدين قال لهم اذهبوا وبشروا كل الأمم. لذلك يا أحبة هالمنطق كتير مهم بحياتنا، بحررنا بيساعدنا لحتى ما نخاف نلتزم. ليه منخاف نلتزم اليوم؟ لأنه وين ما كان بيطلبوا منا شغلي بس ما منحس إنه في حدا بحبنا لزواتنا. مشان هيك أوقات كتير وقتها ما منعود نعتز الناس مثل ما نحن مقررين، شو منعمل فيهم؟ منزيحهم. بينما أشخاص كتير بيعرفوا قيمة كل شخص بنظر الله، شخص له قيمة بغض النظر عن شو ممكن يعطي وشو ممكن يستعمل من وزنات. وهيدا يا أحبة كتير مهم لقلنا بعلاقاتنا، لأنه شو بيعنيني أنا اليوم إذا كل يوم بقول يا مريم العذراء وأنت القصة كلها بحياتي، وما بفهم إنه أنا بدي يكون عندي الطواعية من دون أي شروط. مشان هيك تأختم أول فكرة، المسألة منا فقط قبل وبعد، قبل ما يحكيها وبعد ما يحكيها فقط. المسألة إنه أنا الرب يوم بيطلب مني إنه ما فكر إنه هو بده مساعدتي تيقرر إذا بيخلصني. وكل مرة بتلقى منه أي طلب تأخدم بكنيسته بدي يكون مقتنع تماماً إنه غمرني أصلاً بنعمه. وهيدا برأيي بحياتنا الأم البي الإخوة الأزواج الناس الأصدقاء، إدي بتعطي حب للناس، إدي بتخلي الناس من دون ما حتى تقول شو بدك بيكونوا بمساعدتك وبخدمتك. ليه؟ لأنه الحب هو بيخلي السنسر تبعولنا أقوى، بصير نلقط وين حاجة الناس وين الناس بيريدوا يكون حدهم. مش هيك بدعيكم يا أحبة إنه نغير شوي شوي ولو بده وقت هالنظام يلي مشين كلنا عليه، تعطيني بعطيك. بالوقت يلي لما بعطي بدي ادفع الناس يوم بعد يوم تيسيروا هني بدورهم قادرين إنه يعطوا، ويعرفوا إنه قبل ما يعطوا هني مسبوقين بالنعمة. تاني فكرة وأخيرة، إذا نرجع لهالمرأة الرائعة يلي علت صوتها مش هينة، هيك بتخيل وقت لوقت أنا لما كان يسوع عم يحكي شو هالرهبة. أكيد تصوروا في أشخاص قوي بيطلعوا على التلفزيون بلبنان بس في عندهم رهبة أصلاً بقى، بس إنه إذا عندنا رهبة تجاه الأشخاص بيحكوا على التلفزيون تتسألوا كيف يعني واحد عم يسمع ليسوع، شو هالرهبة العظيمة. وطلعت هالامرأة بأعلى صوتها، هيدا بسميه أنا الصوت النبوي.
يلي بهالمساحة اللي نحن عايشين فيها، بهالحق اللي عايشين فيه، نعرف إنه ولو كان الله غمرنا، الله ما بيكبتنا، الله ما بيسيطر علينا. الله يترك لإلنا نعلن يلي نحن بيوصلنا بالطريقة اللي بدنا إياها. لذلك كتير مهم إنه بحضرة الله هناك أصوات نبوية، وهون القدرة على التمييز. إذا ما كان بحضرة الله وعلى ضوء الكلمة، بدنا ننتبه، كل صوت نبوي منطلق الكلمة، وإلا بيكون أصوات شاذة. لذلك الصوت النبوي يا أحبة بيتحضر يوم بعد يوم. كلنا سوا مشاركين بهالرسالة النبوية، كلنا سوا، يعني ما حدا يسترخص حاله، وما حدا يقول إنه أنا ما بقدر أعمل شيء. ولكن كتير مهم الإصغاء بحضرة يسوع. أصغت وطلع هالصوت النبوي وقلت له طوبى لهالشخص يلي عطيك هالقوة والسدين لزين أرضعاك. حولها إنه كل واحد منا له الطوبة. من هون ما منستخف كتير يا أحبة بحياتنا، يعني بيناتنا في أصوات نبوية، بس في أصوات نبوية ما منسمعها، نرفضها. ليه؟ لأنه بتخلينا نرجع لزواتنا. لذلك أوقات كتير منصير كل واحد من لبسه شغلة، طبعه مش حلو، مش عجبني موديله. ليه؟ لأنه صوته هزني. ولما الصوت بهز وأنا ما بدي وماني مستعد، كيف بدي أعمل؟ إما بهرب، إما بهشم بالشخص. لذلك في أعمل اللي بدي، ولكن ما في حدا يسكت الصوت النبوي. لذلك دعوة لنا يا أحبة بهالعيد، إنه ما بيكفي بس كل الوقت دلني اتأمل بالكلمة، وبعدين كلمة الله مش بحاجة أبداً إنه حدا يدافع عنا. كلمة الله بحاجة إنه حدا يعيشها، حدا يقولها، حدا يقول يلي عم يختبره. الأخت إيمانويل لما كانت تخدم الأشخاص بمصر كانت تقلن أنا مني جاي تعاملكن مسيحية، أنا جاي إلكن شو عمل يسوع فيه. وهيدا أنا برأيي المهم والعظيم. مش نروح لأشخاص ليشاركونا الإيمان بالبداية، كتير مهم نروح عند الأشخاص يلي نحن معهم كل يوم ونقلن شو عملت فيه هالكلمة، بدل ما ضيع وقت بكلمات فارغة بالوقت يلي عندي بزيت النعمة العظيمة اللي بتجعل كل كلمة تطلع من تمي كلمة فيها قرار وفيها إشياء نبوية. بصلي أنا بيكون يا أحبة بهالعيد المبارك لكل واحد منا يقدر يعرف يقرأ شوي إيمانه، بيقول أنا وين وصلت. مثل ما قال يسوع على بطرس، مطرح ما بتوصل سبات كفوا وثبت اخوتك. دعوه لنا يا احبه ان لا نترك الايمان لنا، وما حدا يقول مش عملكم لكم، اسم الله عليكم موجودين، دائما بصير نتوجه لكم وانتم الموجودين، بس انتم شهود بهالعالم. ما نترك ايماننا بس انه انا ماشي الحال، مطمن بالي، مرتاح، يقبرني يسوع الى اخره وبس. الايمان منشاركه، ولو كان الله وحده بيعطينا نعمة الإيمان. نحن منشارك مسيرتنا، ما تخلوا هالنعمة العظيمة تبقى لألكن فقط، شعوها. وإن شاء الله هلأ وبعد كم دقيقة وكل نهار وكل أسبوعكم تكونوا شهود للإيمان. المجد للرب يسوع اليوم وإلى الأبد.